طبعا يعني الجزء ده من كلامي مع كابتن احمد عبد الفتاح هركز فيه اكتر على اللي جاي، واللي جاي مش بس جونه، يعني انا عايز اروح لابعد من كده، لانه الحقيقه اللي يتخيل انه بانتهاء الدوري الاهلي او لعيبه النادي الاهلي هتاخد نفسها مخطئ، واعتقد انه علامه الاستفهام الاكبر اللي على مستر موسيماني انه يشتغل عليها هيعمل ايه الفتره اللي جايه، ويمكن مش هبالغ لو قلت السيزون اللي جاي بالكامل، لانه الاجنده في منتهى 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 الازدحام. خليني مع كابتن احمد بس، طبعا حضرتك عارف ان احنا في سادسه بندي الفرصه للجمهور انه يختار افضل ثلاث لاعبين في كل مباراه، فهنستعرض مع حضراتكم اختياراتكم في مباراه طلائع الجيش، ما كانتش اعظم حاجه في مشوارنا السنه دي، لكن ندي لكل لعيب حقه الحقيقه. في المركز الاول كان باكتساح الحقيقه وباجماع الجمهور محمد الشناوي نجم النادي الاهلي ونجم مصر. في المركز الثاني كان محمد مجدي قفشه المتألق بشده في الفتره الاخيره، وفي المركز الثالث كان رامي ربيعه بعد منافسه قويه جدا مع حسين الشحات. اقول لك الجدول وصل لفين يا كابتن احمد؟ في المركز الاول ما زال اليو ديانج، رغم انه يمكن بعيد شويه الفتره الاخيره، لكن في المركز الاول برصيد 34 نقطه. محمد مجدي قفشه سرق الشناوي، والله سرقه بنقطه واحده، وفي المركز الثاني برصيد 32 نقطة. الشناوي بيرفع رصيده بالثلاث نقاط دي ل 31 عشان يضمن فرصته على المنافسة ويستمر في الثلاثي المتقدم أو يعني بيحتل صدارة الترتيب. بيجي وراهم في المركز الرابع محمد شريف الغائب في آخر مبارتين برصيد 26، وراهم أكرم توفيق اللي طلع بسرعة الصاروخ الحقيقة، يمكن أسرع لعيب تقدم في الجدول الموسم ده كان أكرم توفيق في المركز الخامس برصيد 23 نقطة. طب تتوقع ممكن قفشة يعمل القضية ممكن يبقى الأول؟ يبقى سارع عملها، يبقى خطف. أصل إيه؟ أنا عايز أقول لك المنافسة طول السيزون ديانج والشناوي، ديانج والشناوي. طب أنا بقول لك كده قفشة شريف وقفشة ابتدوا اللحظات الأخيرة يتسحبوا كده سنة بسنة ويقربوا، وهوب لقينا قفشة راح إيه داخل راكب مركز تاني.